السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم عالم الهواتف الأندرويد. في فيديو النهاردة هنتعلم إزاي نعمل تحديث لتطبيق الواتساب الذهبي. أول حاجة بنروح على التطبيق بالشكل دوت. أول ما بنفتح التطبيق بيبدأ يجيب لنا الرسالة ديت. طيب لو إحنا ما عندناش الرسالة ديت هنعمل إيه؟ هنبدأ نعمل بس إغلاق للرسالة ديت عشان يوضح معانا التطبيق. زي ما احنا شايفين كده افتراضا ان احنا ما جالناش رسالة التحديث، هنبدأ نضغط على التلات شرط في الاعلى، وبعدين هندوس على اضافة الذهبي، وبعدين هنضغط على تحديثات، وبعدين هنضغط على تحميل النسخة. هنبدأ نضغط على تحميل النسخة بالشكل دوت، هيبدأ يحولنا للموقع الرسمي للتطبيق. هنبدأ ناخد الاعدادات من الاول عشان ندخل من الرسالة عشان يبقى الامور واضحة معانا لكل الناس. هنبدأ نفتح التطبيق بالشكل دوت، هيبدأ يجينا الرسالة، هنضغط على داونلود، هيبدأ برضو يحولنا للموقع الرسمي. يبقى احنا كده دخلنا للموقع الرسمي من خلال طريقتين. بيبدأ يفتح معانا الموقع بالشكل دوت، في اسفل الصفحة خالص هنلاقي هنا اختيار اسمه تحميل واتساب الذهبي، هنضغط عليه. هيبدأ يحولنا على موقع ميديا فير عشان نحمل النسخة الخاصة بالتطبيق. ملحوظة هنا ان في بعض الناس بتدوس على اعلانات بيبدأ يحولهم على تطبيقات غير تطبيق الواتساب الذهبي. هنعرف ازاي؟ زي ما احنا شايفين كده هنا كاتب لي في وسط الصفحة الواتساب الذهبي وجايب لي النسخة اللي احنا هنحملها. طبعا هنا نسخة 27، هنبدأ نضغط عليها بالشكل ده. بيبدأ يجيب لي الرسالة ديت، طبعا الرسالة ديت لان التطبيق مش متحمل من متجر جوجل بلاي، هنبدأ ندوس على التنزيل على اي حال. بيجيب لي الرسالة ديت، بنضغط على التفاصيل، بيبدأ يجيب لي ان التطبيق بيحمل، هننتظر لغاية ما يحمل. بعد ما بيحمل معانا التطبيق بنبدأ نضغط عليه بالشكل دوت، بعدين بيجيب لي الرسالة ديت، هل تريد تثبيت تحديث لهذا التطبيق الحالي؟ هبدأ ادوس على تثبيت، جاري التثبيت، بعدين بيجيب لنا الرسالة ديت، بنضغط على تم. عشان نتأكد ان التطبيق محدث لاخر نسخة بنروح على التطبيق بالشكل دوت، بيبدأ يجيب لنا التغييرات الموجودة على التحديث الجديد، بنضغط على موافق، وبعدين بنضغط على الثلاث شرط في الاعلى، وبعدين بنختار اضافات الذهبي، هننزل عند التحديثات بالشكل دوت، وبعدين هنضغط على البحث عن تحديثات جديدة بالشكل دوت. هيبدأ يقول لك اصدارك الحالي محدث بالفعل، لا يوجد تحديثات متوفرة، يعني انت كده على اخر نسخة من التطبيق. وبكده احنا عملنا تحديث للواتساب الذهبي في رعاية الله وحفظه.